مرحبا. اليوم رح نعمل ماسك للشتا. بتعرف انت الشتا جاي لازم اعتني بالبشره منيح عشان ما تنشف ما تخرب. اوكي رح اخذ انا قشر البرتقال هون، قشرت البرتقالي. كيف عملت هذا المخلوط؟ قشرت البرتقال، حطيت القشر مع كوب مي، هون برتقالتين تمام، حطيتهم القشر مع كوب مي وغليتهم على النار لحد ما نشفت المي، بعدين ضربتهم بالخلاط فعطوني هذا المزيج. وهون عندي الرز، حطيت معلقتين رز مع مي نفس الشيء وسلقتهم، بعدين ضربتهم بالخلاط وعطوني هالمحلول. رح استخدم جوز الهند، بذور النشا وبذور الكتان وجل الصبار وحبتين من فيتامين اي. اول شيء رح احط هون معلقة من قشر البرتقال تمام، هاي معلقة، ولا حط هون معلقة من الرز. خلوني بجيب معلقة تانية عشان ما يتوسخ، لاني بستخدمه باشياء تانية. هاي معلقة رز، خلت ناقصة شوي، هاي معلقة رز، بطي ورجعهم ببغض. طبعا الباقي بنحطه بالبراد تمام عشان ما يخرب علينا، في وقت حوالي اسبوع. حخلطهم مع بعض لحد ما يصير المزيج لون واحد. الماسك عشان يثبت لازم تمزجيه مزبوط. نتعب عليه شوي بس بيعطينا مفعول كتير رطب. هلا رح اضيف معلقة من بذور الكتان، معلقة من بذور الكتان. بذور الكتان الجيلاتين تبعه كتير مفيد للبشرة، جيلاتين طبيعي. رح اخلطه. هلا رح احط معلقة صغيرة نشا، بتعرفوا النشا كمان بيعطي بياض بشد البشرة. نحط جل رسول الصبار كمان معلقة صغيرة تقريبا. رح اخلطهم مع بعض. صار معنا هيك. لو تشموا ريحته شو حلو، شو بتفيد الشعر. نحطه هلا بالسخانة عشان بدي سخنه شوي عشان بذور الشيا تدوب معي وتعطيني لون حلو. لو تشوفوا لها ريحة البرتقال شو حلوة تمام. رح ارجع استخدم نفس الكاسة، رح سخنه بس شوي على النار حوالي 30 ثانية دقيقة بالكتير. رح نحرك فيه، نضل نحرك فيه عشان ما يلزق معنا. هذا الماسك كتير مفيد في الشتاء، بيريح لك البشرة ما بيخليها تقشر. بقدر احرك فيه لحد بحس انه شوي صار كتير. بضيف له انا معلقة شاي جوز الهند مع حبتين كبسولة الفيتامين اي اللي بحطها دايما بالماسك. بشتغل فيه مثل ما بشتغل بالقهوة إذا ملاحظين، بعمل شوي وبشيله من النار تمام وبخلط، برجع بحميه شوي وبرجع بشيله من النار. وهيك بذور الكتان بلشت تفتح معي. أنا بدي الجل اللي فيها، الجلاتين اللي فيها تمام. هيك خلص. هلا بنرجعنا على الكاسة سخنين.
نحط كلنا بنعرف زيت جوز الهند البكر، نحط منه معلقة. اوكي هلا حط رح افتح هون اوكي بحط كبسولتين من فيتامين، رح اضيف هلا كبسولتين من فيتامين اي قد ما فيك عصريها طلعي اللي فيها. تمام فيتامين اي كلنا بنعرف كثير مفيد للبشره. رح اخلطهم مع بعض لحد ما صوت الهيل يدخل مع المكونات منه. تمام هسه عنا الخليط جاهز، رح شيله ونحطه بعلب، ممكن يقعد معي انا لاسبوع. هلا الجو بارد، كيف ما كان بارد بيقعد معي لاسبوع بالراحة. ماسك جدا مفيد، جربوه رح تدعولي رح يفيدكم كلكم. فيك تعملي كميات بسيطة عشان ما تقعد عندك وتخرب، كل ما تخلص تعملي جديد. هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، يعطيكم العافية على المتابعة، ما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، واللي بتعجبوا الفيديوهات يا ريت يتفاعل معي عشان القناة تتفاعل، ويعطيكم العافية، الله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.